لمناقشة ملف تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول الصحفي اليمني السيد محمد الأحمدي. سيد محمد، بداية مرحبا بك. ملايين النازحين في اليمن معظمهم من النساء والأطفال لا يزالون في مخيمات يعني لا تتوفر فيها معايير الحياة الأساسية. الأمم المتحدة حذرت من فترة أشد قتامة في اليمن تزهق فيها ملايين الأرواح، ولكن أستاذ محمد، كيف يمكن تأمين احتياجات هؤلاء النازحين في ظل استمرار تفاقم معاناتهم؟ تحية لك والمشاهدين. للأسف الشديد فعلا هذه التحذيرات التي تطلقها الأمم المتحدة بين الفينة والأخرى لم تأتي من فراغ. الوضع الإنساني والمعيشي في اليمن مأساوي للغاية. اليمن يشهد أكبر مأساة إنسانية بحسب بيانات الأمم المتحدة نفسها والوكالات التابعة لها. فيما يتعلق بالنازحين تحديدا، لا سيما في الهاربين من جحيم الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثيين المدعومة إيرانيا على المدن ذات الكثافة السكانية تعز والحديدة ومأرب، هؤلاء يعانون الويلات، يفتقدون إلى أبسط مقومات الحياة في مناطق اللجوء التي نزحوا إليها أو مناطق النزوح التي هربوا إليها. مهما يكون دور المنظمات والوكالات الأممية المعنية بالجانب الإنساني والإغاثي أو حتى المنظمات غير الحكومية وغير التابعة للأمم المتحدة أيضا، لكن يظل تأثيرها محدود للغاية، ولا تزال الحاجة في اتساع كبير، الحاجة الإنسانية والمعيشية والغذائية. البيانات التي تتحدث عنها الأمم المتحدة عن 5 ملايين يعني يوشك أن يدخلوا في المجاعة في اليمن، أعتقد أن هذا الرقم موجود الآن، وهناك بالفعل مجاعة تضرب في مناطق شتى من اليمن من خارطة الجغرافيا اليمنية بسبب هذه الحرب التي أعلنتها ميليشيا الحوثيين على البلاد، وزادت الطين بلة للأسف الشديد الارتباك والإخفاقات التي عانى منها التحالف في اليمن بقيادة السعودية، والذي أيضا ألقى بظلاله على الوضع الإنساني والمعيشي بشكل كبير، خصوصا مع استمرار غياب الحكومة الشرعية وبقائها خارج الجغرافيا اليمنية وعرقلت عملها ونشاطها في العاصمة المؤقتة عدن التي حررت. الأمم المتحدة يعني كل هذا يؤثر بالتأكيد على الوضع الإنساني والإغاثي والمعيشي بشكل كبير. الأمم المتحدة أكدت أن هناك عراقيل تقف في طريق تحقيق أهداف اتفاق ستوكهولم، وأن فشل إحراز أي تقدم ملحوظ في المفاوضات يؤثر على حياة اليمنيين. ولكن السؤال، هل هناك نية محلية دولية حقيقية لوقف سيناريو الموت متعدد الأوجه في اليمن؟ للأسف الشديد الواقع أن الحرب هذه التي يشهدها اليمن منذ 6 سنوات هي كانت في جزء من أسبابها نتيجة فشل المجتمع الدولي في دعم اليمنيين في التحول الديمقراطي في أعقاب الربيع العربي والثورة الشبابية السلمية في 2011، وتواطؤ المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثيين وتغاضيه عن سلاح هذه الميليشيا الذي تحول إلى لعنة اليوم وتسبب بهذه الكارثة وبكل هذه المآسي. عندما أشرف مبعوث الأمم المتحدة في اليمن قبل اجتياح ميليشيا الحوثيين للعاصمة صنعاء وإسقاط المدن، أشرف على عملية الانتقال السياسي غض الطرف عن سلاح ميليشيا الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني برعاية الأمم المتحدة، وأيضا غض الطرف عن جرائمها التي ارتكبت قبل أحداث انقلاب 21 من سبتمبر 2014. هذا الأمر شجع الميليشيا الحوثيين على التغول في الشأن العام والسيطرة على مؤسسات الدولة ونهب مخازن الجيش وجر البلاد إلى أتون هذه الحرب. ما يتعلق باتفاق ستوكهولم كان محطة واستراحة محارب بالنسبة لميليشيا الحوثيين، استفادت من الهدنة التي التزمت بها الحكومة الشرعية في ما يتعلق باتفاق الحديدة ووقف تحريرها، وعملت على ترتيب وضعها العسكري بشكل أكبر، فحفرت الخنادق وعززت مواقعها داخل المدينة و
كل يوم تشن هجمات دموية ضد السكان المحليين في المدن، مدن المحافظة، محافظة الحديدة ذات الأهمية الاستراتيجية. ناهيك عن ذلك أيضا، عمدت الميليشيا الحوثية إلى استغلال موارد الدولة وموارد ميناء الحديدة الذي يعد الشريان الرئيسي لإمدادات البلاد من الغذاء ومختلف الإمدادات المعنية بالمعيشة للسكان اليمنيين وإمدادات التجارة تمر معظمها عبر ميناء الحديدة. استغلت ميليشيا الحوثيين واردات ميناء الحديدة. كان ينص اتفاق ستوكهولم على أن تبقى هذه الإيرادات لتصرف مرتبات هذا الانهيار في القطاع الطبي، لكن الميليشيا نهبتها وعملت على تعزيز مواقعها وشن الحرب في أكثر من جبهة في محمد. اليمن هناك يعني أيضا بالإضافة إلى ما ذكرت، هناك انهيار في القطاع الطبي وتوقف في الكثير من الخدمات الصحية في اليمن في ظل تفشي وباء كورونا والكثير من الأوبئة. يعني هذه الأمور بالتأكيد لها انعكاساتها السلبية على الواقع في اليمن، كيف تصف هذه الانعكاسات على المدى المنظور أو خلال المرحلة المقبلة؟ للأسف الواقع، نحن اليمنيين لدينا تجربة أساسا مع المشروع الإمامة الذي تعتبر ميليشيا الحوثيين نسخة منه. عندما تعود هذه أو هذا المشروع للسيطرة وللتحكم برقاب اليمنيين من خلال الدسائس والقتل والتدمير، اليوم ميليشيا الحوثيين أضافت إلى مشروعها الإمامي الدموي مشروع ولاية الفقيه وزاوجت بين المشروعين من حيث الدموية والأفكار والتطرف والعنف والتوحش وصار مشروعا واحدا منذ سيطرتها. يعني اليمنيون كما قلت إذا عاد هذا المشروع تعود معه الأوبئة والأمراض والفقر والتجويع وكل والانقسامات في المجتمع اليمني على مدى التاريخ. واليوم هذه الأوضاع التي يعيشها اليمنيون هي محصلة في الحقيقة لعودة المشروع الإمامي بنسخته الحوثية، وربما الكثير في الشارع العربي لا يعرف مدى يعني حجم العنصري في اليمن الذي تمثل ميليشيا الحوثيين اليوم نسخة مطورة منه. لذلك عملت منذ الوهلة الأولى إلى السيطرة على مقدرات الدولة بما فيها خدمات القطاع الصحي والتعليم وغيرها والخدمات الأساسية واستأثرت بها وصادرت الموازنات التشغيلية لهذه الخدمات وأبقت اليمنيين يعني فرائس للأوبئة والأمراض الفتاكة بما فيها الأمراض التي يمكن الوقاية منها بحسب المنظمات الدولية. وهذا ما حدث فعلا ومن المتوقع أن يحدث. موقع ذا درايف الأمريكي أشار إلى أن أسلوب الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط أمام ميناء جدة السعودي يشير إلى مسؤولية ميليشيا الحوثي عنه. ما الخطوات سيد محمد يعني برأيك المرتقبة للرد على هذا التصعيد الذي يؤثر بشكل خطير على حرية الملاحة وأمن واستقرار إمدادات الطاقة؟ الحقيقة أولا هذا الهجوم الذي يستهدف ناقلة نفط تجارية هو انتهاك جزء من الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثيين للأعيان المدنية، وبالمقابل أيضا كان هناك انتهاكات لأطراف أخرى في هذا الصراع الدمي في اليمن. لكن هذا يكشف أولا مدى استهتار هذه الميليشيا الحوثية بالقانون الدولي الإنساني وهجماتها في الحقيقة على المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية، هي جزء يعني من استراتيجية هذه الميليشيا وهي جزء من مهامها الوظيفية باعتبارها ذراع إيران في خاصرة الخليج. وليس هذا الهجوم الأول، سبقه هجمات عديدة استهدفت منشآت حيوية في المملكة العربية السعودية. ومن المؤسف أن استمرار تصاعد وتيرة هذه الهجمات أيضا يكشف مدى إخفاق التحالف كما حذرنا أكثر من مرة في حسم المعركة وإسقاط مشروع الحوثيين والذهاب باتجاه حسابات أخرى أضرت بمعركة اليمنيين ونضالاتهم لاستعادة الدولة اليمنية وإسقاط مشروع الإمام الذي أشرت إليه قبل قليل وبنسخته الحوثية. وبالتالي لا يعول كثيرا في الحقيقة على المجتمع الدولي فيما يتعلق بإجراءات صارمة تجاه هذه الميليشيا أو معقدة
عقباتها، لأننا نعرف أن الكثير من الأطراف الدولية لديها مصلحة في الإبقاء على ميليشيا الحوثيين كقوة في الجغرافيا اليمنية من أجل استمرار صفقات السلاح والتلويح ب يعني استخدامها في الحقيقة ورقة في الكثير من الحسابات للعديد من القوى الدولية. شكرا جزيلا للأستاذ محمد الأحمدي الصحفي اليمني، كنت معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول.